ايوه طيب من الاول خالص، من تمام. الاول خالص كده، ركز معايا. احنا طبعا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحل المودل الاجزاء من الاول خالص، ماشي؟ هنعتبر ان الكلمات دي هي دي اختيارات، واحنا هنختار الكلمه المناسبه للفراغ المناسب. اوكي، طيب هنا بالنسبه لكويشن نمبر 1، the movement of water through different water reservoir on the earth is called the Noah. معنى السؤال ان حركه الميه خلال المتجمعات بتاعه الميه على سطح الارض ده بنسميه ايه؟ بنسميه ران اوف ولا فات لاير ولا تراديشنال ولا اواي، تمام، ولا كونكريت ولا ران اوف فيزرز؟ ران اوف When air is heated, it expands as its molecules move not each other, move away ولا move fat layer ولا traditional ولا اوي. over. Imperial penguin has thick ايه؟ thick fat layer ولا thick feathers ولا thick concrete؟ صح. طيب and the skin covered with dense ايه؟ feathers. طيب soil scientists who to stop using ماشي and not which is used ايه in building house، اختار concrete. طيب عندك سؤال، give reason for the following desertification process increase recently. ايه السبب اللي بيخلي المساحة بتاعت الصحراء بتزيد كل سنة عن السنة اللي بعديها في تزايد بسبب ايه؟ 3 حاجات هم دول بيسببوا desertification. 3 حاجات في هتبقى الواقع جنوب ايه؟ drought، ومين تاني؟ overgrazing. وي فورستريشن، ودي فورستريشن صح ولا لا؟ طيب نحفظ بقى الحاجات دي، نحفظها دلوقتي واحنا قاعدين. يبقى عندي 3 اسباب هي دي اللي بتسبب لي زيادة عدد الصحراء او مساحة الصحراء بسبب الـ3 حاجات دول. دي فورستريشن يعني ازالة الغابات، اوفر جرازنج. اوفر جرازنج ليه بقى؟ اوفر جرازنج دي جرازنج المقصود بيها ايه؟ اوفر جرازنج يعني اقتلاع الحشائش والنباتات من الارض، مش اوفر ريتنج. اوفر جرازنج يا جماعه، اوفر جرازنج، تمام. وعندنا دراوت، دراوت اللي هي الجفاف، الجفاف بسبب الهوت ويتر او هوت كلايم. عندنا هنا السؤال ده correct the underlined word يعني نصحح الكلمة الخاطئة. Hurricanes are from human activities that cause habitat destruction. يبقى الهيراركنز دي البراكين، هل هي من صنع الانسان ولا من صنع الله؟ طالما من صنع الله يبقى اسمها natural change، يبقى natural ايه؟ changes. طيب number 2، birds migration is an example of structural adaptation. طب الهجرة بتاعت الطيور ده سلوك، يبقى هنقول بدل كلمة structure دي هنحوش هنكتب مكانها ايه؟ behavioral. يعني ايه behavioral؟ يعني حاجة سلوكية، تغير سلوكي. خلاص كده؟ ماشي. نمبر 3، the least amount of rainfalls on rainforest point. لما يكون عندي مقدار قليل من المطر بيكون في تبقى rainforest point ديزرت. desert. ايوه تمام، لا تبقى ديزرت. ايوه صح، desert point، تمام. due to radiation currents warm water moves above cold water. لما بيكون عندي ايه؟ تبقى كونفكشن. ها مش راديشن خالص، كونفكشن. صح كده، برافو عليك. What happens if، ايه اللي يحصل لو the genetic factor of hairless body trait is transferred from sphinx care parent to their offspring؟ ايه اللي هيحصل لو الجينات الوراثية بتاعة الشعر اللي مفيش شعر خالص، يعني هيرلس يعني مفيش شعر،
body thread is انتقلت الى من الاسفنكس بيرن للابناء. هيحصل ايه للاوفسبرينج؟ ها الكيتن بتاعت السفينكس هتبقى فيها شعر ولا ما فيهاش؟ ثانية واحدة، الإجابة هتبقى زيرتري أوف بودي. بص، هو هنا السؤال بيقول ايه؟ احنا عارفين اصلا ان القطه اللي اسمها سفينكس، احنا عارفين اصلا اساسا من الاول ان السفينكس دي ما عندهاش شعر. فهو بيسأل سؤال، ايه اللي هيحصل لو الصفات الوراثية الخاصة بعدم وجود شعر انتقل من القطة الأب والأم للعيال بتوعهم؟ هيحصل إيه بقى للعيال؟ هنقول إن العيال مش هيكون عندهم شعر، يبقى هنقول the offspring will be hairless، هتكون ما عندهاش إيه شعر. نكتب الإجابة دي تاني، the offspring will be هيرلس. يعني هيرلس يعني مش هيبقى عندها شعر. طب ليه؟ عشان هي عملت الانهيرت فروم اتس بيرنت، اخذت الصفات الوراثيه من الوالدين الاب والام. هنا بقى السؤال بترور فوز، the size of sand soil particle is smaller than that of silt and clay particle. size of sand soil particle is smaller than that of silt and clay particle. صح ولا فور غلط؟ خطأ، لأن معروف إن السند ده أكبر حاجة. Number two, the properties of the atmosphere at the top of the mountain and at the bottom are similar. لا فورس برضه. hottest region are regions in which the evaporation process is greatest. تبقى ترو برافو عليك. Number four, chrysanthemum plant can produce flower when the night are longer than days. فور متأكد؟ مش قوي. طيب بص معايا، شوف هو احنا خدناها دي شرحناها، بس انا محتاجة ان انا افتح الكتاب بصراحة، لان الجزء ده الحتة دي بالذات محتاجة ان انت تركز فيها شوية، من ضمن النقاط اللي ممكن تبقى هو ده السؤال اللي بيفرق بين الطالب المتخصص والطالب اللي هو ايه فوق متوسط. هي مكتوبة هنا بالنص، بس انا محتاجة بس ان احنا نقرأها هنا مع بعضينا. ثانية واحدة، هي أصلا بان عليها مش في الشابتر ده، الشابتر اللي قبليه باين، الشابتر ده أو الكونسيبت ده أغلبيته بيتكلم على السويل وأنواع السويل وهكذا. بص هنا بقى، but there are some other flowering plants can grow and produce flower when the days are shorter than night. يعني ممكن نقول النايت longer than days. طب هو هنا بيسألنا السؤال، فين هو السؤال؟ فين هو سؤالنا؟ تبقى ترو. ثواني بس طلع من الدحيح. بلانت كان بروديوس فلاور وين ذا نايت لونجر ذان مين دايز، تبقى صح ولا غلط؟ صح، وده هنحط عليه دايرة عشان السؤال ده مهم. خلاص يبقى نحفظها، لو قال لك نايت أطول من الداي صح، نايت از لونجر، لو قال لك الداي شورتر ذان نايت برضو ايه
صح تمام. حلو تمام. على فكرة، يعني هو تركية كده بسيط بس محتاجة مننا ان احنا نبقى فاهمين اكتر. يبقى لما يكون الليل طويل جدا جدا اطول من النهار، الكريسيز مطلع ايه؟ مطلع ظهور. طب لو كان الدي صغنطوط والنايت طويل يبقى ايه؟ يعني لو الدي اقصر من النايت هو النايت اقصر. دي نفس المعنى. Look at the opposite figure, then choose the correct answer. Number one, the process which takes place in this figure is considered as a form of knot process. evaporation. Number two, the process which takes place in this figure can produce about a knot of water vapor is found in the egg. صح، برافو عليك، شاطر فعلا. 10% من بخار المية أصلا جاي من النباتات، صح كده، برافو عليك، ممتاز. موديل إكزام نمبر 7. Write the scientific term of each of the following. Number 1. It is a change in the behaviors or acts on a living organism to help it survive. مع behavioral adaptation. هو عبارة عن تغير في السلوك اللي بيعمله الكائن الحي وبيساعده ان هو يكون على قيد الحياة. behavioral ايه؟ adaptation، صح. adaptation. برافو عليك. السؤال اللي بعده، the process which breaks down rock into small particles. هتبقى ويذرنج ولا اروجن؟ هو مش متأكد منها. ويزرد فإني ويزرد هي ويذرنج، تمام. نمبر 3. It is a natural phenomenon that occurs when the level of water in a river increases until it overflows its bank. هي عبارة عن ظاهرة طبيعية بتحصل لما مستوى المية على سطح النهر بيزيد خالص لدرجة إن هو بيزيد أكتر من مستوى ضفاف النهر. يبقى ده اسمه فلودز ولا اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ فيضانات، فلودز. ولا في إجابة تانية عندك غيرها؟ فلودين فلودين. أيوة فلودز، ماشي. وانا لا اعرف ان هي فلودين ايوه عندك هنا نمبر 4. مش فلود فلودين اي ان جي. ING floating. ايوه تمام. It is a process which helps in formation of clouds in the sky. كوندنسيشن بروسيس. تمام. Give reason. Drying up of the large salt lake in Turkey in summer season. في السبب في جفاف البحيرات في تركيا خلال فصل الصيف بسبب عملية ايه؟ هتبقى due to the increase in the evaporation. ماشي. وبعدين بقى ايه؟ both true or false. When the sun heats the water in a river, the water changes into gas. صح ولا غلط؟ صح. تمام. Number two, the hand which is put over a lighted candle feels hot because hot air has high density, so it moves لا up. غلط، تبقى غلط.
برافو عليك. نمبر 3، there is no sphinx cat has long hair like a Burman cat. صح. نمبر 4، bog ecosystem has very hot temperature. لا غلط. برافو عليك. What happens to the soil that hold medium amount of water? So it becomes more fertile. What happens to the soil that holds the medium amount of water? It will even keep medium or retain medium amount of soil. Keep or retain. It will retain. كلمة retain نفس المعنى بتاع keep. Retain the medium amount. following water، أو ممكن نقول the following water will be medium. The following وبتكون نسبة الخصوبة فيها عالية طبعا عشان هي بتحتفظ على بنسبة متوسطة من المية. يبقى it will retain، طالما هي hold medium amount of water معناها انها بتحتفظ بالماء بدرجة متوسطة، يبقى it will retain the medium amount. وكمان flow of water is medium، يعني تدفق الماء بيكون medium. فانت تكتب لي كل المعلومات اللي تعرفها، يبقى تكتب flow of water will be medium برضو، او تكتب لي medium. يعني ايه flow of water medium؟ تدفق الماء يبقى متوسط. وهتتكلمني على الفلترايزر، هتكون more fertilizer، اكثر خصوبة. تمام. choose the correct answer. the traditional bricks and concrete must be burned at high temperature ولا low temperature؟ تبقى high نمبر temperature. ايه؟ ايوه اللي هي high لا temperature. لا نمبر ايه؟ لا يا ابني ثانية انا، واحدة. يا لو سمحت يا زياد، انا بسأل على الجزئية دي بس. هكتب هاي ولا قبل ما تبص في التشوز لازم تبقى انت مذاكر كويس. مش احنا قلنا التراديشنال بريكس والكونكريت بتحتاج درجة حرارة عالية، يبقى هنكتب هاي. هنا هنكتب هاي. اوكي طيب، بروديوس نوت امونت اوف تبقى بريك لارج لارج امونت اوف فلوس، يبقى هاي ولارج. هنختار لك اكتر بيه. نمبر 2، موفمنت اوف اير كان تشينج ذا ستيت اوف ووتر فروم نوت ستيت تو نوت ستيت. ليكويد وغاز. صح. Convection is a way of transferring of heat in liquids and gases due to the difference in not what. تبقى temperature و density. Okay. temperature و density. لا Temperature is, the convection is a way of transferring of heat in liquids and gases due to the difference in temperature. صح. أيوه. Right. بويسون دارت فروك ليفز ان تروبيكال رين فورست. تروبيكال رين ايوه فورست. نمبر دي. ايوه تحفظ معايا. تروبيكال رين فورست. تروبيكال ايه؟ رين فورست. يعني ايه تروبيكال رين فورست؟ يعني الغابة اللي هي بتبقى موجودة في الأماكن الاستوائية. The following diagram shows the steps of rain shadow phenomena. Complete the following steps using the word below. عندي كلمة rise, descends, cools, نمبر warm, descends. The humid air below against the amount. Against the amount. Air number can, then it number.
يعني انا لو عندي ادي جبل ونص الجبل ده قدام البحر along the coast، والجزء التاني بيبقى مظلم لان هو away from the coast. اوكي، فده بيحصل حاجه اسمها رين شادو فينومين. خلاص كده، فوق السحاب اهو الجزء ده لانه فيه مطر، لكن الجزء ده ما بينزلش فيه خالص ايه مطر. خلاص كده، عشان كده احنا سمينا الحته دي اسمها شادو، شادو فينومين، رين شادو فينومين. اوكي، ف هيوميد اير فلو اجينست انا ممكن. يعني ايه هيوميد اير؟ الهواء الرطب بيهب قدام الجبل، اير كذا زين ات اير كذا، يبقى الهواء بيبقى فين وبعد كده يروح فين؟ الهواء بيبقى ايه وبعد كده يصبح ايه؟ فريز ايوه، كولز. رايز وكولز. ولا وارم وبعد كده كولز؟ لا رايز وكولز. ماشي، حاضر، ادي رايز وادي كولز. ماشي، وبعد كده اير اير كذا زين بريسيبيتيشن اوف كيرز. تبقى كوندنسيس. تمام، برافو عليك، ما شاء الله، حلو حلو الكلام ده. بعد كده نمبر فور، تبقى ايه؟ صح، ديسندس. نمبر فور هتبقى ديسندس، نمبر فايف هتبقى وار اير دراس سلام، وفي الاخر الاير هيجفف الارض. تمام، بس كده نطلع من الزوم عشان ادق دقيقة واحدة بس. خلاص احنا خلصنا، الحمد لله رب العالمين.